اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه لايف زو توكس. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده موضوع حلقتنا ازاي تخلي الكلب يحبك. طبعا في بعض اساليب بيتخذها بعض مربيين الكلاب لكن مش بتكون صحيحه، بتوصل الكلب يا اما يكون كلب شرس جدا يا اما يكرهك. حاجات كتير بتلاقيها بتحصل في تصرفات الكلب باخطاء انت ممكن تعملها بدون قصد. احنا جبنا كلب بيتبول واخترنا له اسم، انا اخترت اسم رامبو. الاسم ظريف وخفيف وحاجه كده بسيطه، يعني اقدر ان انا انادي بيها على الكلب حتى لو بعيد عني يبقى الاسم صغير. الحلقه الجايه ان شاء الله هيكون فيها تدريب الكلب على اسمه، وازاي هعود الكلب البيتبول اللي انا جبته على اسمه، وازاي ان هو يسمع الاسم من مره واحده يجي لك. كل الحاجات دي هنشوفها ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله. لكن حلقه النهارده علشان ما نخرجش بره نطاقها هي عن ازاي تخلي الكلب يحبك. المعاملة الكلب أول ما بتجيبه، أول حاجة علشان تحافظ على شخصية الكلب، ما ينفعش إنك طبعا تخلي كل البيت بالأسرة بالكامل يبصوا على الكلب مجرد ما تجيبه، لا تخليهم يشوفوه لكن مش مرة واحدة أول ما يجي البيت. لكن الصح إن هو لما يتعود على البيت تبدأ إن أنت تخلي أهلك في البيت يشوفوه، مش هيبقى فيه مشكلة خالص. شخصية الكلب من الحاجات المهمة، لو بوظتها باظ الكلب هيعتبر ان انت مربي عندك قطه لو طلع الكلب جبان. تعالوا نشوف احنا بنحاول ازاي ان احنا نحافظ على شخصيه الكلب وكمان تخليه ان هو يحبك. طبعا من المعروف عن كلاب البيتبول انها كلاب ذو شخصية قوية وكمان جسمان قوي. الملاطفة وان انت تلعب مع الكلب، تديله وقت من وقتك، تخصص له وقت معين انت تكون فيه قاعد معاه بتلعبه، الحاجات دي كلها الكلب بيحب جدا ان هو يحس ان صاحبه موجود جنبه، وكمان بيفضل الوقت اللي انت تفضل معاه فيه. علشان كده لازم الوقت اللي انت تقعد فيه مع الكلب لازم تحافظ جدا على صحة الكلب وعلى جسمه ولياقته البدنية. تحاول ان انت تلعبه باساليب بسيطة ومش معقدة وهو لسه صغير، يعني ما تجيبلوش مثلا حواجز وتخليه ينط عليها وهو لسه صغير، لا طبعا كل حاجة هتبقى بالتدريج. لما جسمه يبدأ يكبر تبدأ ان انت تطور في طريقة اللعب مع الكلب. حاول ان انت تمشيه زي ما انتوا شايفين كده، حاول ان انت تلعبه بشكل خفيف وبسيط، هو لسه جرو صغير مش هيتحمل منك ضغط جامد. اخطاء ممكن تعملها وانت بتلاعب الكلب، هتحس ان انت عايز، لا انا عايز الكلب يبقى شخصيته جامدة، اما حاول ان انا اضغط عليه شوية. زي ما احنا شايفين كده انا هنا جايب سلسلة ورابط فيها كيس، انا بمشي الكيس على الارض، حاجة بتلفت انتباه الكلب على اساس برضو ان هو يبقى عنده حتة انه يجري ورا الحاجة ويقدر ان هو يمسكها بسرعة، حاجة بتخليه برضو في نفس الوقت عضلات جسمه تبقى جامدة، يبقى سريع في الحركة ما يبقاش بطيء، لما يجي في التدريب يكون سهل، عنده حتة الانتباه والتركيز تعلى معاه. الحاجات دي كلها انت بتعملها بمجرد ألعاب بسيطة. ده خطأ من ضمن الأخطاء اللي ممكن تعملها لما تحس ان انت عايز تقوي شخصية الكلب. طبعا الحاجة دي مؤذية جدا للكلب، ما ينفعش خالص انك تعملها. حاجة تانية انك تشد الكلب من ديله، برضه ما ينفعش ان انت تعمل كده. الكلب بيكرهك مش بيحبك، بالعكس هيخاف يجي يمتك لما تكرر معاه الموضوع. تجيب خشبة وتحاول تغز الكلب في جسمه، او تحاول ان انت تضربه ان هو يتنرفز او يتضايق، كل الحاجات دي هتخليك لما تيجي تعود الكلب على اسمه او تحاول ان انت تناديه يبقى خايف ان هو يجي لك لانه عارف ان انت بتأذيه. طيب ايه الحاجة اللي بتقوي شخصيته؟ زي ما احنا شايفين كده انا ممكن اديله كرة هو بيمسكها بسنانه بيحاول ان هو يلعب بيها. كرة اي نعم تقيلة، لكن هو برضو قوة عصب البيتبول بتخليه بتساعده ان هو يمسك الاشياء. اللعبة اللي انا عاملها دي هي سلسلة انا رابط فيها كيس، دي حاجة برضو بتقوي شخصية الكلب خصوصا لما بيحاول يشد معاك. انت برضو ما تحاولش ان انت تجمد عصبك معاه وتشد جامد، لا اديله الاحساس ان هو برضو بيقاوم وانت كمان بتقاوم معاه، وبعد كده تديله الحاجة ان هو يمسك فيها براحته. في الحالة دي هو بيحس بانتصاره وشخصيته بتبقى جامدة من غير ما تمسك بقه ولا تشده من ديله ولا حتى تغزه بخشبة. زي ما احنا شايفين كده انا
بلاعب الكلب بالطريقة دي. الجري شيء مهم جدا، بيرفع نشاط الكلب وبيقوي عضلاته. بالطريقة دي أنا برضو بجريه وفي نفس الوقت بلعبه، وفي نفس الوقت هو بيحس بالوقت اللي أنا قاعد فيه معاه، هو بيكون مبسوط بيه، مجرد ما بيشوفني بيبقى عايز يلعب معايا، عايز يفضل ماشي جنبي. الحاجات دي كلها أنت بتقرب فيها المسافة ما بينك وما بين الكلب بتاعك، وبتخليه يحبك جدا لأنه مبسوط بالوقت اللي أنت قاعد فيه معاه. بعض ناس كانت بتسأل سؤال كده، هو كلب البيت بالغدار وممكن يهجم على صاحبه؟ طبعا الكلاب معروفة كلها بالوفاء والإخلاص لصاحبها، لكن أحيانا أو ممكن تحصل بنسبة 2 أو 3% إن يحصل إن الكلب يهجم على صاحبه، وده طبعا بيكون بسبب أخطاء المربي نفسه، ممكن يكون بيتعامل بعنف جدا مع الكلب، وصله لدرجة إن الكلب زهق منه. كلب البيتبول من الكلاب اللي ما ينفعش إن أنت تتعامل معاها بعنف، لأن هو برضه رد فعله ممكن يكون جامد وممكن يأذي فعلا صاحبه. كل شيء له رد فعل لما بيكون التعامل معاه بقسوة. زي ما شفنا كده مع بعض، حاجة بسيطة خالص عملتها خلت الكلب يجري، شخصيته تبقى قوية، لياقة بدنية، كل الحاجات دي بالسلسلة والكيس اللي انا كنت بمشيه في الارض، وفي نفس الوقت كمان بلاعب الكلب، هو بيحب ان هو يقضي وقته بالطريقة دي. الحاجات بسيطة جدا وسهلة، وفي نفس الوقت كمان بتقرب جدا المسافة بينك وبين الكلب بتاعك، وبتخليه يحبك جدا. الكلب عنده غيرة قوية قوي على صاحبه او على الشيء اللي هو بيحبه. لما تحافظ على ان يكون في رابط قوي ما بينك وما بين الكلب بتاعك، هتبقى بسهولة جدا هتعرف تتعامل مع الكلب، وكمان بسهولة قوي هتعرف تدربه لانه هو حابب اساسا وجودك معاه. فكرة ان انت تتعامل معاه بعنف على اساس ان انت بتقوي شخصية الكلب، دي الفكرة دي الغيها من دماغك خالص. خلي المفروض ان الغريب هو اللي بيحاول ان هو ينرفز الكلب او يضايقه، لكن انت كصاحب للكلب ما ينفعش ان انت تنرفزه او تضايقه، لانه هو بيبقى مبسوط وهو موجود معاك، فما تحاولش ان انت تبوظ له الفكرة دي وتخليه يكره ان هو يجي لك او يقعد معاك. في ناس بتشتكي لما بسيب الكلب بيجري، لانه طبعا بيبقى عارف ان انت تعاملك معاه ما كانش مظبوط، ربطته كتير، ضايقته، حاولت ان انت تنرفزه، حاولت ان انت في دماغك الفكرة انا عايز الكلب يبقى شرس وبيهجم، فبقيت تربط الكلب وتضربه وتهوشه ومش عارف ايه. الحاجات دي كلها مع الوقت بالتدريج بتتراكم في ذاكرة الكلب، مجرد ما بتفك الكلب بتلاقيه بيجري ومش عايز يجي لك، حتى لو ناديت عليه بتلاقي الموضوع صعب جدا ان هو يجي ويسمع كلامك. طيب خلي الكلب سايب وانت تتعامل معاه كويس، وما تحاولش ان انت تأذيه او تهوشه او تضايقه بشكل ينرفزه. خلي الغريب دايما هو اللي يعمل كده، هو هيحس ان الغريب ده هو الشيء اللي بيأذيه، لكن صاحبي ده هو احن حد عليا، لازم يسمع كلامك، لازم يجيلك، لازم يتنيه واقف جنبك، لانه حاسس ان انت الشيء الغالي عنده. لو عجبتك الحلقة ياريت ما تنساش لايك وشير لأصحابك في مواقع التواصل الاجتماعي، ولو اول مرة تشوف حلقة ليا ياريت تشترك على القناة وتتابع بقية الحلقات، ان شاء الله هتستفيد من كل حلقة انا بقدمها. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.